We blame the groups who are working to scare people from going to police stations. وانا اتمنى يكون يوم نهايته جميله وان المصريين يقبلوا بكل قوه عشان يعبروا عن رايهم وعن تاكيدهم ان ثوره 25 يناير و30 يونيو اليوم هو يوم مولد النتائج الاولى لهذه الثوره ووضع دستور للبلاد ان شاء الله. شكرا. ده مش هنا المدرسه اللي ورا الناحيه الثانيه هنا ماما.